مؤسسه ابو العنين للعمل الخيري دائما بتتصدر المشهد في كل الحقيقه الظروف اللي بيحتاجها الوطن. المؤسسه مؤسسه ابو العنين الخيريه والتحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي بيوصلوا امدادات قوافل المساعدات للاغاثه، مساعدات الاغاثه ومساعدات الانسانيه لمواجهه الموجهة لأهلينا في غزة، وده لمواجهة جزء من اللي بيتعرضوا له أهلينا في غزة. طبعا تعليمات سيادة الرئيس السيسي واضحة وصريحة بخصوص هذا الموضوع، وهو الدعم الكامل لأهلينا في غزة. تعالوا نشوف هذا التقرير ونسمع بعض اللقاءات مع بعض المتطوعين في هذه القوافل حول الدور الإنساني اللي بتقوم به تجاه أهلينا في غزة. ونعود ونلتقي بحضرتكم. عشرات الشاحنات المصرية المحملة بأطنان المساعدات الإنسانية من ماء وطعام ودواء التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وما يتبعه من مؤسسات وجمعيات أهلية، وعلى رأسها مؤسسة أبو العينين الخيرية. شوفنا احتياجاتهم ايه وهم بيحتاجوا مننا ايه، ولبينا كل احتياجاتهم. وهو احنا النهاردة بإذن الله تعالى يعني نتشرف بان احنا نكون على رئيس القافلة اللي هي طالعة اخواننا في غزة النهاردة بالمواد الغذائية والعلاج. استعدت صباح اليوم للتحرك الى معبر رفح المصري تمهيدا لعبورها إلى قطاع غزة، تلبية لنداءات أبناء فلسطين عقب الحرب التي يشنها عليهم الكيان الصهيوني. ما حدش هيتوقف، احنا في الحال عندنا شاحنتين لسه يعني جهزوا، ده غير اللي بنجهزهم بعد كده، ومستمرين مع التحالف الوطني. لم ولن تتوقف المساهمات والمساعدات المصرية لأبناء غزة حتى وإن طال الزمن. مش هنزهق من أي حاجة، وهنفضل وراها إلى مدى العمر كله. لا احنا مكملين معاهم، وإن شاء الله إن شاء الله ما تطولش المدة، بس احنا مكملين معاهم أيا كان الوقت والزمن اللي هيقعدوا فيه، وإن شاء الله ربنا يكرمنا وتوقف الحرب دي، وبرضه هنستمر بعد الحرب معاهم. إن شاء الله بإذن الله هنفضل وراهم حتى لو قعدوا شهر اتنين تلاتة، هنفضل ورا أهل فلسطين وهنزودهم بالمعونات المواد الغذائية والمية وكل حاجة هم محتاجينها، ونفضل وراهم. إن شاء الله إحنا مستمرين فعليا في تقديم الدعم، وإن شاء الله جاهزين إن شاء الله حتى لآخر العمر معاهم، برضو مش هنسيب. رسالة واضحة من مسؤولي الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومتطوعيها، إيمانا منهم بدورهم الإنساني من جانب، وتنفيذا لتوجيهات القيادة المصرية التي لا يتوقف دورها السياسي والخارجي من جانب آخر.